50 90 140 و30 بصير عندنا. حليتها صحتين وهنا ان شاء الله. شكرا يا رجل. مع اني شو ما استفتحناش اليوم ليكون عطلي وما عندنا خبر نحن ما حدا جاي. شو عطلي؟ الموظفين لسه ما داوموا. ها؟ اوف شلون ما داوموا؟ شو مو دوامين الساعة 8؟ يا سيدي بس هون عنا الموظفين بيداوموا على كيفهم. شلون على كيفي؟ لك شو دخلك ها؟ ما قلت لك ما بتحكي شيء ما بخصك. لا صحيح شو مدير عام انا تحاسب ايده نسيت. لا بأس. اترك اترك عنك انا برد. الو يا اهلا يا صباح الخير استاذ سليم يسعد صباحك. ايه تكرم عيونك. ايه على راسي هلا هلا على طول مع السلامه. باجات. اه صب لي فنجان هون. يلا ساده. لا من هاي من هاي من هاي الأستاذ سليم هو بيشرب. بعدين بتعلم معك معك. يلا باي قهوي. هذا الطلب للأستاذ سليم تاخذ له اياه هلا. بتعرف غرفته؟ هي اول غرفه بالكوريدور على ايدك اليمين. هناك على اليمين؟ على اليمين اول غرفه. على عيني واجي دغري طبعا. ركض برجع. بسرعه يا بنت بسرعه. صباح الخير استاذ سليم. صباح النور يا هلا. لو سمحت استاذ هالمعامله عندك؟ ايه عندي وصله بس يعني قطر لك شي شهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته سيدي. تفضل. لشو الشهر استاذ سليم؟ عامل لك المستاجر مشي لي اياها. لك شو مستاجر ما مستاجر؟ شو وينه مسعود؟ مسعود مسكين اما مرضاني ما اشتغل يوم بدول انا. بدا مرضاني؟ ايه سيدي يا الله يعافيك. يا استاذ سليم بدكم جي؟ سلامة عمرك. يا استاذ سليم لو سمحت قلت لك مستعجل. لك شو مستعجل ما مستعجل؟ شو قصتكم انتم؟ كلياتكم تجلهم مستعجلين مستعجلين؟ المثل بيقول بالتأني السلامة وبالعجل الندامة، شو صار لك؟ الله خلق الدنيا بسبعة ايام. مزبوط حكيك يا استاذ سليم، بس انا موظف مثل حكايتك بالإدارة العامة، اخذ يومين اجازة مشان خلص المعاملة، الله يخليك مشي لي. لك يا اخي لو بيطلع بايدي كنت مشيت لك يا بدون ما ترجاني، بس لسه معاملتك ندرسها ونشوفها مستوفيه الامور القانونيه، وبعدها بدها تشكيل لجنه، ولحتى اللجنه تجتمع وتقرر قانونيتها بدها تحول للجهه ذات العلاقه، وبعد ما الجهه ذات العلاقه تدرسها وتوقع عليها بدها تحول لعند المدير، وبعد ما المدير يوقعها بدها تتحول للمديريه العامه، وهنيك بدها تبرم وتدور وتلف وتبرم وتدور وتلف هيك لتصل لعند المدير العام، وانت وحظك بجوز يوقعها بيوم وبجوز يوقعها بشهر. شو ما تحكي انت استاذ؟ منو قال لك هالحكي؟ اخي من غير ما حدا يقول لي هذا الشيء معروف، المدير العام دوبه استقبالات وداعات حفلات ندوات، ما له فاضي لهيك شغله بنوب. اشكي الى الله بس فاضي لنقل الناس. لا ما الحكي مش مضبوط. لك انت شو عرفك انه صحيح ولا مو صحيح؟ يعني انا عم بكذب؟ لا ما مش ما تكذب مش هيك قلنا نحن. انت روق شباك شرب فنجان القهوه وروق، بس انا لقيت لكم حل بيناسبكم انتم الجوز. هلا انت مشي لي اياها من عندك ويصطفي يدور ويبرم ويدور ويبرم قد ما بدي، انت شو خسران؟ اخي ما بيصير، بدي ادرسها بالاول واعطيها رقم وابعتها بالبريد النظامي، وهذا الشيء كله نكايه فيك. هلا من غرفة لغرفة بدها بريد نظامي؟ استاذ سليم انا موظف مثل حكايتك والحركات بعرفها. حركات؟ لكن انا اسف، هاي تعليمات المدير العام. يعني ما في فائدة؟ لك اخي بعيوني بخدمك بس ما بقدر. السلام عليكم. تعرف انك غلطت انت؟ بشو بقى؟ هاي المواطن اللي طلع هلا من عندك رح يسوي لك مشكلة وبذكرك. شلون بقى؟ ها بيقرب للمدير العام. لكن هلا طلع من عندك لعند المدير العام، بده يحكي المدير العام، والمدير العام يتصل فيك، وإذا طلع حكيك مش مضبوط ترى بده يسبب لك مشكلة ويخرب بيتك المدير العام. ها وبذكرك. لك أنت شو عرفك إن كان قرايبه للمدير العام ولا مو قرايبه؟ ها ليش ما قريت شو مكتوب على جبينه؟ لا ما قريت شو مكتوب على جبينه. مكتوب قرايب المدير العام. بالله شو؟ إيه تصطفيل شو ما اكذب انا يعني؟ لك اخي مو عم تكذب بس يعني انت غشيم، لو كان قرايبه للمدير العام ما كان اجى لهون، كانت شغلته انحلت على التليفون. هنيع هنيع شلون راحت عن بالي هاي؟ وينك وينك؟ تعال شاعل لك تعال. نعم نعم. هلا انت مو بدك معاملتك تمشي؟ طبعا خلاص ترجع بعد ربع ساعه توسطن لك يا مع الاستاذ سليم تلاقيها خالصه.
الله يجزيك الخير. واجبنا يا رجال، شو ما تحكي؟ شو ما تسوي؟ هي كراميتك. ليش هاي؟ ما معي غير 10 ليرات. الله يسامحك يا رجال، شو ما تسوي انت؟ هاي روح اشتري فيها ربطة خبز لنداتهن او لا. الله يكثر خيرك. هاي واجبنا. ها صحيح بدي اسألك، انت بعدك ما تغلي الشاي على السخاني؟ يلا يقطعوها 6 ساعات وشوي، شو بصير عليهن؟ يا استاذ معاملة صاحبك يعني فيها دربك كثير. بدنا شغل. ايش يا استاذ سليم؟ ولا يهمك. على راسي، هنشوف شو الله بيخلق معنا. يا مرحبا معامل. ادخل. السلام عليكم. اهلين اهلين وسهلين يا ميت، اهلين وسهلين. حليت علي. تفضل تفضل حبيبي، تفضل. اهلا وسهلا فيه. اهلين وسهلين يا اهلا وسهلا فيه. شو صار بالمعاملة؟ معاملتك خالصة، من عندي خالصة 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 تمام. يا اخي يا اخي ما تحكي، ما تحكي انك بتقرب مدير. انا مدير؟ لك مدير عام شركتنا. هلا اتصل فيه المدير وقال لي انه هي المعاملة بتخص المدير العام، وامرني امر انه اسرع لك فيها. الله يجزيك الخير. اهلين وسهلين. ويخلي لنا المدير العام والوزير وكل المسؤولين. اوام اوام بوشك على شو اسمه؟ على الدراسات. على الدراسات اوام حبيبي. خاطرك. استاذ استاذ لو سمحت. نعم. اذا بتأمر. نعم. اعطيني شوي. شو شلون فاتتني هيك شغلة؟ شوفي حبيبي، انت جبينك لازم على طول يضل مبين. على طول اذا بدك معاملتك تمشي بسرعة وبتخلصه بيومين، بتبين جبينك وبتقيم هالطاقية كلها بلاها. نصيحة مني. شو دخل طاقيتي بمعاملتي؟ لك اخي مثل ما عم اقول لك، اوعى تحط الطاقية بنوبها. جبينك كثير حلو، حلو كثير. السلام عليكم. الله معك. شكرا لك. معك ربع ليره لاعطيك ليره؟ ما في، مو مشكله الفرطه. لا اخي هذا حقك، واقف رجع لك 75 قرش. شرف. هي نص ليره. وهي ربع. تسلم والله. الله معك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ خضر. يا هلا. الله يعطيك العافيه، تفضل. وهاي احلى فنجان قهوه. ها؟ بس انا ما طلبت قهوه. ها ضيافي. ضيافي من مين؟ من المدير العام. نيالك يا عمي شو العزة، اذا المدير العام نفسه ما يضيفك قهوه شو عليه. يلا اشربها ان شاء الله صحتين وهنا. ليه استاذ خضري؟ دوحة يا ولد دوحة، وجرب مغري. ها معلمي. يا معلمي قديش بعيالنا نهاية الدوام؟ حوالي الساعة. ليش؟ يعني معلمي هيك بتقدر تخليني اروح هلا شي ساعة وبسامحك بأجرة النهار كله؟ شو بهجان؟ بلشنا نفركها من أول يوم؟ لا ولا معلمي، بس في شغلة ضرورية لازم أحلها. لوين بدك تروح؟ هيك في موضوع شاغل بالي، الله لا يشغل لك بالي، يعني بدي أروح مشان أحله. ما بصير تروح بعد الدوام؟ حقي معلمي هلا لازم أروح. ماشي الحال. هلا بتلاقي الموظفين كلهم فركوها، ما بقى ولا موظف بالدائره. روح الله معك. بس بكره ابكرها. اشو ابكر؟ بدي اجيك قبل الشحاده وبنتها انا بكره.